النائب محمد ابو العينين في المؤتمر الحاشد لعائلات وشباب الدقي اكد ان دعمهم ليه شرف بيعتز بيه، وان خدمتهم فرض ملوش علاقه بتمثيلهم بالبرلمان، ووعد ابو العينين بمفاجات كبيره وبالبدء في تطوير كل مناطق وكرة الجيزة. المحافظه العريقه دي والحضاره اللي سابوها اجدادنا، ربنا رزقنا بقائد وزعيم يعرف معنى الاصول المصريه، يعرف معنى كلمه مواطن صالح، مواطن بناء، مواطن قومي، مواطن مصري، مواطن ادى حياته كلها فداء لهذا الشعب العظيم. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قام وعمل الثوره الشعبيه في 30/6 وقدر يغير مجرى التاريخ. الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مجرى التاريخ بالوقف الشهامة والبطولة اللي عملها، ومن خلف قواتنا المسلحة البازلة ومن خلف الشرطة بتاعتنا اللي قدرت تقول للعالم احنا هنا المصريين الشرفاء، مش هنسمح ابدا لاي حد يتحكم فينا او يحتل عقولنا او يحتل اراضينا او يحتل ثرواتنا، لا، كنا لهم بالمرصاد. انا عايز اقول لكم احنا فخورين، وبيبعت رسالة تحية وتخدير الى كل الانجازات اللي تمت في عهد الرئيس السيسي الفتره دي، ونقول له احنا وراك ومن خلفك هنكمل معاك المشوار. تحيه للرئيس السيسي باسمكم جميعا، تحيه لهذا القائد البطل. لقائنا النهارده هو عهد بينا، عهد بالوفاء. اولا شعار الحمله اللي انا حطيته والشعار اللي مكتوب في قلبي وفي قلب كل مواطن مصري هو الشعار ده، معا من اجل مصر. ده الشعار اللي هيجمعنا، ده الشعار اللي هنقوله في عقولنا وفي قلوبنا، وهنقوله للعالم كله ان في دايرة وقف النائب اذا كان ليا نصيب في هذه النيابة، ومن غير ما اكون انا خادمكم، انا خادم كل واحد اداني امانة او وثق فيا بصرف النظر عن النيابه، سواء كنت نائب او غير نائب. احنا عندنا نهر النيل وعندنا اماكن عظيمه عاوزين المواطن يتمتع بيها. اول حاجه انا عملتها رحت قابلت سيد المحافظ. حقيقه سيد المحافظ ده راجل عظيم، عاوز يتكلم عن الجيزه الجديده، الجيزه العصريه الحديثه. اتكلمنا على شارع النيل كله، ومن حقنا ان احنا نتفرج على مين، من حق المواطن انه يقعد يتمتع بنهر النيل، يتمتع بيه وهو قاعد بره على البر، يشوفه يتمتع بيه ويلاقي مكان عصري يقعد، سواء كان للمره او للجالسين مجاني او حاجه بتعريفه قليله. الحقيقه في منظومه كامله لرصف الطريق وعمل المشروع ده، ويمكن اول عينه حصلت قدام نعمه في طريق العجوزه، في حته كده اتعملت كعينه عشان هتمشي بعد كده طول الطريق. عندنا كم كبير من المدارس هتبنى، وكم كبير من الشوارع هترصف، والمنظومه الصحيه بندرسها دراسه مستفيضه عشان نكمل هذه المشروعات. الدقي في عينيا، الدقي ودايره في الناحيه. على فكره انا عايز اقول لكم انا عايز اقول لكم الدقي ودير السرايات ودير النحل وسليمان جوهر وولاد علام وسكه الحديد والجلاء والاوقاف ونادي الصيد وميت عقبه والحيتيه وارض اللواء في قلبي. انا بعت للمحافظ داير الناحيه، انا عندي طلبين الرصف والاناره، والاثنين بعتهم للمحافظ وهيتموا. احنا ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها صالون النائب. صالون النائب ده مكانه هيبقى هنا، وهنختار خمسة من كل حتة بحيث ان دول يمثلوا المجموعة، ونقعد مع بعض كل فترة ندرس المشاكل ونشوف الحلول، ونروح لقبل المسؤولين عشان نحيي هذا. ده صالون النائب ده مسؤوليتي انا، واحنا ان شاء الله هنختار الاعيان بتوع المناطق دي كلها والمسؤولين، وممكن يتغيروا كل فترة يتغيروا مع بعض عشان نقدر نقدم حاجة عصرية جديدة للدايرة وللجيزة بصفة عامة. وانا عايز اقول لكم ان انا قبل ما اكون اخش الدايره وقبل ما اقابل حضراتكم انا قدمت للمحافظ اكثر من 30 طلب،
اوريدي عند محافظه الجيزه اكثر من 30 طلب انا قدمتهم له في كل النواحي، سواء كانت لتعليم او لطب او لصحه او لطرق او لردم حاجات معينه او للبيئه او للتنسيق الحضاري او للاناره او في مجموعه كبيره جدا الدراسه عملتها وديتها سيد المحافظ. والحقيقه مشكورا سيد المحافظ شكل لجان عشان الموضوع ده وادها للنائب بتاعه قال له دي واشر عليها قدامي انا للتنفيذ. فثقوا تماما كل حاجة نقدر نعملها على قريب العاجل هنعملها، واللي هياخد وقت هنكمله، بس احنا مسؤولين ان كل وعد وكل عهد احنا طلبتوه هنقدمه لكم ان شاء الله. الثقة اللي ادتهاني دي لا تقدر بمال، لكنها بتحط علي انا تكليف ان انا اكون تحت امركم في اي وقت وجنبكم في كل زمان وفي كل مكان. النائب محمد أبو العنين أكد على البدء في دفع مصالحات البناء المخالف لخمس تلاف أسرة في الجيزة، وكمان تحمل المصروفات الدراسية عن غير القادرين والأولوية لأبناء شهداء الجيزة والدقي والعجوزة، ده غير الاستفادة من منحة الدراسة المجانية بالأكاديمية البحرية. عايز أقول لكم احنا لينا مبادرات كبيرة، ودايما أنا ببدي أهل دايرتي ومن حقي أن أنا أقول هذا الكلام. كنت في اسكندرية من السنة اللي فاتت واحنا في الأكاديمية البحرية، وبعدين لقيت العميد بيقترح يعني بيقول لي يا ريت تتبرع بخمس أو عشر منح لأسر الشهداء. قلت له أنا ربنا يقدرني وأنا متبرع بمئة منحة مش عشرة لأسر الشهداء. فإذا كان عند حضراتكم هنا في دايرة الجيزة أو العجوزة أو الدقي في اي حد من اسر الشهداء هو اولى بهذه المنح، واحنا بنعرض ده للكل اذا كان في اي حد نقدر نعمل له منحه دراسيه لغايه لما يكمل تعليمه فيها كلها. زي ما حضراتكم عارفين احنا بنشتغل بتنظيم. احنا في الجيزه كان لينا على مستوى الدايره هنا كان في خمس مكاتب لخدمه المواطنين. احنا هنكرر نفس القصه وانتم هتساعدونا. احنا دايما بناخد اهل الدايرة واهل المكان ونقعد معاه عشان نقدم خدمات للناس. ان شاء الله هيكون في الدقي برضو على الاقل ثلاث اماكن وفي العجوزة كمان ثلاث اماكن عشان خدمة المواطنين، وان شاء الله انتوا اللي هتشرفوا عليها وهتشوفوا دورنا احنا في التواصل مع المواطنين ماشي ازاي، سواء كان لخدمات ومش قصة خيرية بس، لا في خدمات كتيرة جدا بتتم لأسر وللمواطنين في كل مناحي الحياة المختلفة. احنا عندنا مبادرة ودي مبادرة يعني من عندنا احنا. قلنا فيها 5000 أسرة. أي مخالفة احنا هنتحمل سداد الدفعة المقدمة بتاعتها. لل5000 أسرة على مستوى محافظة الجيزة كلها. المصاريف المدرسية برضو ليها مبادرة تانية. احنا طبعا يشكر سيادة الرئيس اللي ادى تعليماته بتحمل الدولة 40% من مصاريف المدرسية. شكرا تحية لسيادة الرئيس مرة تانية. هي دي المبادرات الشعبية اللي تحسوا ان الرئيس بيحس بكل واحد فيكم. 40% اتحذفوا والباقي اهل الخير هيعملوه، واحنا من ضمن اهل الخير اللي هنتحمل المصاريف المدرسية في دائرة عندنا احنا بالكامل وفي المحافظة اذا قدرنا نعمل اكثر من كده.